عبر جلالة الملك عبد الله الثاني عن غضبه وحزنه من أعمال العنف التي استهدفت المدنيين الأبرياء في غزة والضفة الغربية وإسرائيل، وقال في كلمة ألقاها في مؤتمر القاهرة للسلام: إن حملة القصف العنيف الدائرة الآن في غزة هي حملة شرسة ومرفوضة على مختلف المستويات. كما أكد جلالته أن الأولوية الآن هي للوقف الفوري للحرب وحماية المدنيين وتبني موقف موحد يدين استهدافهم من الجانبين، مشيرا إلى أن الأولوية الثانية هي إيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام إلى قطاع غزة. وبيّن أن الأولوية الثالثة هي الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم، فهذه جريمة حرب وفقا للقانون الدولي وخط أحمر بالنسبة لنا جميعا. وأشار جلالته إلى أن القيادة الإسرائيلية لا تستطيع الاستمرار في تهميش 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت احتلالها محرومين من حقوقهم المشروعة، وشدد أن القيادة الإسرائيلية عليها أن تدرك وبشكل نهائي أنه لا يمكن لدولة أن تزدهر أبداً إذا بنيت على أساس من الظلم. وقال جلالة الملك إن رسالتنا الموحدة للشعب الإسرائيلي هي أننا نريد مستقبلاً من السلام والأمن لهم وللفلسطينيين، حيث يعيش أبناؤهم وأبناء الفلسطينيين دون خوف. Our region came with a message of peace. The Pact of Omar, issued at the gates of Jerusalem almost 15 centuries ago, more than 1,000 years before the Geneva Conventions, ordered Muslim soldiers not to kill a child, a woman, or an old person, not to destroy a tree, not to harm a priest, not to destroy a church. Those are the rules of engagement that Muslims must accept and abide by, as all those who believe in our common humanity. All civilian lives matter. My friends, I am outraged and grieved by those acts of violence waged against innocent civilians in Gaza, in the West Bank, and Israel. The relentless bombing campaign underway in Gaza, as we speak, is cruel and unconscionable on every level. It is collective punishment of a besieged and helpless people. It is a flagrant violation of international humanitarian law. It is a war crime.